إنجاز جوهري في ملف الأسرى قبل النهاية المقررة لمشاورات ستوكهولم في 13 من هذا الشهر، فيما لا تزال بقية قضايا بناء الثقة تراوح مكانها رغم التدخلات المؤثرة لمكتب المبعوث الأممي في تأمين صيغ لحل هذه القضايا، لكنها لا تزال محل أخذ ورد حتى الآن بيننا وبين الطرف الثاني مع الأخ الشيخ هادي أحمد الهيج، وهذه تعتبر النقطة أو الخطوة الثانية في الاتفاق الذي وقع في 2 ديسمبر. 16,000 أسير في القوائم المتبادلة بين الوفدين، 8,576 منهم تضمنتهم القوائم المقدمة من وفد السلطة الشرعية، ومن المقرر أن يتم إطلاق سراح جميع الأسرى في 20 من شهر يناير المقبل بواسطة اللجنة الدولية للصليب والهلال الأحمر الدولية. اتفق الطرفان في جلسة مباشرة بينهما على أن يكون مطار صنعاء وسيئون محطتين رئيسيتين لتبادل الأسرى تحت إشراف اللجنة الدولية، وعبر طائرات التزمت اللجنة بتأمينها لنقل هؤلاء الأسرى إلى هاتين المحطتين. إنجاز كهذا بشر بنجاح جزئي ومهم لمشاورة ستوكهولم، لكن لا يزال الوفدان يواجهان صعوبة في قبول الأفكار المقدمة من مكتب المبعوث الأممي بشأن مدينة الحديدة ومينائها، في ظل تأكيد وفد الحكومة على التمسك بموقفه بشأن ضرورة تولي وزارة الداخلية في الحكومة الشرعية إدارة الأمن في المدينة وإدارة الميناء من قبل وزارة النقل مقابل إعادة تموضع المعسكرات داخلها بحسب خطة تعدها وزارة الدفاع، مع بقاء خيارات الحكومة مفتوحة بالنسبة للوضع في هذه المدينة بما لا يمس بالسيادة اليمنية ولا يخل بالمرجعية الثلاث وفي مقدمتها القرار 2216. يجب أن يعلم الجميع أن أي شرعنة للانقلاب الحوثي هذا غير مقبول على الإطلاق، ولا يمكن أن نتعاطى أو تتعاطى الحكومة مع الانقلابيين ند بند، وإنما يجب أن يكون هناك دولة، والدولة هي الضامن سواء كان للحوثيين أو لغير الحوثيين، وهي الضامن لكل مواطن يمني، وهذا ما نتحدث به عن ورقة الحديدة سواء كانت أو عن إطار مفاوضات أو عن غيره من الأوراق. الأمر ذاته بالنسبة لتحديد مصير مطار صنعاء الدولي، وكذا الحصار المفروض على مدينة تعز، والذين لم يتوصل الوفدان إلى أي صيغة مشتركة بشأنهما، وسط أنباء تفيد بأنه سيجري الإعلان عن النتائج النهائية بشأن الحديدة وتعز ومطار صنعاء في اليوم الأخير من المشاورات، والذي سيعلن خلاله أيضاً عن مكان انعقاد جولة المشاورات المقبلة. التطور الأبرز الذي شهده اليوم السادس من المشاورات يتصل بإطار الحل السياسي الذي جرى تسليمه إلى وفدي المشاورات، ولم يكشف بعد عن التفاصيل الكاملة لمضمون هذا الإطار، لكن الوفد الحكومي شدد على أنه لا يمكن القبول بأي شرعنة للميليشيا وبإلا يخرج الإطار السياسي عن المرجعية الثلاث للحل. مشاورات بصيغة مختلفة وبنتائج عملية، لكنها لم تلامس بعد القضايا الجوهرية، ولم تقدم دليلا قطعيا على أن اليمن قد يحظى بالسلام في غضون الفترة القليلة المقبلة.